وحول آخر تطورات الأوضاع في مدينة سرت، ينضم إلينا عبر الهاتف أمر المحور الجنوبي سرت وأمر كتيبة الأعصار إبراهيم رفادة. أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم. بالأمس تقدمت قوات العملية باتجاه مبنى الاجتماعي في منطقة الجيزة، وأيضا حررت 6 رهائن. ما الذي جرى اليوم على الصعيد الميداني أيضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ولمتابعي قناة أو مشاهدي قناة النبأ. اليوم طبعا الجبهة السوداء هدوء، اليوم في هدوء، وفي قوات البنية المرصوص والقوى المساندة لا تستعد لآخر معاقل دواعش في مدينة سرت بإذن الله سبحانه وتعالى في النهارين هذه إن شاء الله. وأين يكمن أو تكمن هذه آخر المعاقل في مدينة سرت؟ الجيزة البحرية طبعا آخر معاقل لهم بإذن الله سبحانه وتعالى في النهارين هدينا حيتم القضاء عليهم بالكامل على آخر داعشي في مدينة سرت إن شاء الله. طيب الآن شكل المواجهات بينكم وبين هذه الفلول المتبقية في المناطق التي ذكرتها قبل قليل كيف هو؟ هل هي مواجهات مباشرة أم أن القناصة وما إلى ذلك هو طبيعة المعركة كما في الأيام الماضية؟ طبعا من نهار امس من الصباح الباكر كانت قوات البنيان المرصوص وقوى المساندة لها في اشتباكات مع الدواعش خوارج العصر. طبعا الاشتباكات كانت في مباشره وكانت غير مباشره، في قناصة من بعيد وفي ايضا بالدافع الضمان الاجتماعي او صندوق ضمان اجتماعي لما يسمى صندوق ضمان اجتماعي، كانت في مباشره وجه لوجه مع الشباب وكان استماته لهم لان هم اخر حصن لهم، يعتبر الضمان هذا اخر حصن لهم فهم استميتوا فيه طبعا، وكان جثث نتاعهم وبفضل الله وبفضل الشباب مرميه في الشوارع، والهلال الاحمر طبعا شالهم. وعندما تقول سيد رفادة بانهم سيستميتون في هذه المنطقه وسيقومون باقصى ما لديهم حتى يعني يقاوموا تقدمكم الى الحي، هل نفهم من ذلك انهم ليس لديهم اي وسيله ولو حتى بجزء بسيط للخروج او الهروب من المنطقه المحاصرين فيها؟ لا، ما عندهمش حتى واحد في المليون انهم يخرجوا، لان قوات البنيان المرصوص محاصرتهم بالكامل، ما عندهمش اي مخرج طبعا، واحنا ما نبغوهمش يخرجوا، لان هذا لو خرج بيسبب لك مشاكل في مدينه ثانيه. طيب هل القناصه الموجودون في المباني العاليه في المنطقه التي انتم تحاصرونها يمكن ان يؤثر، وهو الذي يؤثر ربما في عمليه حسم المعركه؟ والله بفضل الله سبحانه وتعالى الشباب هذيما لا يهمهم اي قناص ولا حاجه، بالعكس عندهم عزيمه واصرار لانهاء هذه المعركه، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم بعزيمه الشباب ان شاء الله، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعيننا على قضاء على اخر داعش في مدينه سرت. وما الوسيله التي يقوم بها التنظيم في المواجهه بينكم وبينه؟ يستخدمها؟ هو عند استعمل طبعا في المفخخات حاليا الالغام، الالغام يعني زرع الغام بشكل لا يصور العقل. وطبعا في هذه المناسبه نشكر سريه الهندسه وكل من قام بتفكيك هذه الالغام طبعا. طيب مشكورين، ويعني بصراحه ابذلوا جهد جدا جدا مشكورين عليه. طيب هذا الجزء البسيط من مدينه سرت لم يتم حسم المعركه فيه، لكن الغالبيه العظمى من مدينه سرت تم تحريرها، هلا قلت لنا كيف تبدو الاوضاع في المناطق المحرره؟ طبعا احنا تحرير سرت مش بتحرير الجيزه بس، لان عندهم هناك جيوب موجوده في المناطق اللي برا مدينه سرت، في مناطق موجود فيها الدواعش قاعدين طبعا كل يوم يديروا في الغام في الطريق الساحلي، ممكن المده اللي فاتت سمعت بفلسطيني بعائلته ماشي مع الساحلي انفجر له في لغم، وقاعدين لعند اليوم مديرين الغام، يعني حتى اليوم عندنا شباب ماشيين مع الساحلي انفجر فيهم الغام، وضعهم الدواعش يعني عندهم خلايا برا من مدينه سرت. نعم، شكرا جزيلا لك السيد إبراهيم رفادة، أمر المحور الجنوبي سرت وأمر كتيبة الأعصار، كنت معنا عبر الهاتف.